مساء الخير. مع استمرار العقوبات على إيران يتكشف يوما بعد يوم تأثيرها التدريجي على الميليشيات الطائفية في سوريا التي تقوم طهران بتمويلها، حيث قامت إيران بخفض رواتب الميليشيات إلى أقل من النصف تقريبا. أضف إلى ذلك التأخر في دفع رواتب عناصرها لثلاثة أشهر على التوالي، ما أدى إلى خلق حالة احتجاجية وخصوصا في البوكمال، بعد أن أعلن قيادي في لواء فاطميون أن تسليم الرواتب سيتأخر لمدة غير معلومة. كما انخفض مستوى الطعام المقدم لهذه الميليشيات بشكل ملحوظ. فهل سنشهد ازديادا في الأزمة التي تعصف بتلك الميليشيات في سوريا وبالتالي انسحاب الكثير منها؟ أم سيلجؤون للاعتماد على موارد أخرى في تمويلها كالسرقة والأتاوات والخطف وغيرها؟ في محورنا الثاني، ولأول مرة يعترف شخص محسوب على النظام بظاهرة التعفيش التي تقوم بها ميليشيا أسد الطائفية. فقد أشار توفيق البوطي خطيب المسجد الأموي الجديد إلى أن عمليات التعفيش الأخيرة التي قامت بها الميليشيا في ريف حماة الشمالي الغربي هي سبب هزيمتها أمام الفصائل المقاتلة، مشبها هجوم ميليشيا أسد وخسارتها بخسارة المسلمين بمعركة أحد جراء التفاتهم إلى المغانم وترك المعركة، حيث يثار هنا البعد الأخلاقي في الموضوع والعقاب على السرقة، ذلك البعد الذي كان غائبا طوال السنين الماضية. فهل هناك تبعات لهذا التصريح ستطال توفيق البوطي، أم أن التبعات ربما تطال سلوك التعفيش ذاته؟ حلقة جديدة من هنا سوريا، أهلا بكم. أهلا بكم مجددا. كشفت مصادر إخبارية عن تأخر مرتبات ميليشيا لواء فاطميون المدعومة من قبل إيران إلى ما يشبه الحالة الدائمة والمتكررة، ما تسبب بموجة احتجاج لدى عناصرها. وكشفت عن تأثر الميليشيات المدعومة من قبل طهران في سوريا بالعقوبات الأمريكية، كما أيضا طرح تساؤلات حول مصير تلك الميليشيات في حال استمرار أزمة تمويلها. نتابع التقرير ونعود للحديث. من ميليشيا حزب الله اللبناني إلى ميليشيا لواء فاطميون وغيرها، والتي تتلقى دعمها المالي من إيران، يصل تأثير العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران لتجبرها على التذمر والاحتجاج ضد تأخر تمويلها. وفقا لموقع المدن ونقلا عن مصادره، فإن الأزمة المالية في إيران أرخت بظلالها على ميليشيا لواء فاطميون في ريف مدينة البوكمال شرق دير الزور، حيث تحول تأخر رواتب عناصرها إلى خلق ما يشبه الحالة الاحتجاجية لديهم، ما دفع قيادة اللواء إلى اعتقال ثلاثة من عناصرها السوريين المحتجين وإبلاغ البقية أن الرواتب ستتأخر إلى أجل غير معلوم. وذكر الموقع أن تأخر الرواتب لم يقف عند الميليشيا الأخيرة المتمركزة في البوكمال، بل طالت أيضا ميليشيات لواء الباقر وزينبيون المدعومتين من قبل إيران. وكشف أن طهران خفضت رواتب عناصر الميليشيات التابعة لها في سوريا منذ ثلاثة أشهر، ليصبح راتب العنصر 60,000 ليرة سورية، أي قرابة 100 دولار، الأمر الذي دفع كثيرين لاعتبار عناصر الميليشيات تلك مرتزقة لدى إيران يقاتلون لتحقيق أهدافها السياسية تحت غطاء عقائدي، متسائلين عن إمكانية انسحابها من سوريا في حال تفاقم أزمة تمويلها، أم أنها ستلجأ إلى طرق غير شرعية لسد التمويل من تعفيش وخطف وفرض أتاوات على المدنيين وغيرها. للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا العقيد أحمد الحمادي المحلل العسكري معنا من اسطنبول، كما ينضم إلينا أيضا من اسطنبول الصحفي مصعب المشبل. مساء الخير وأهلا بكما. أبدأ معك سيادة العقيد، هل ما نراه اليوم في البوكمال من حالة احتجاج من بعض عناصر ميليشيات إيران في المنطقة هو فعلا انعكاس للعقوبات الأمريكية على طهران؟ السلام عليكم، رمضان مبارك لكم وللجميع.
يعني هذا اللواء لواء فاطميون تم تأسيسه في عام 2014. تستغل إيران الظروف السيئة للاجئين الأفغان المقدر عددهم بحدود 4 مليون إنسان يسكنون في تلك المنطقة بدعاوي طائفية، بدعاوي حماية التراث، حماية آل البيت، حماية المراقد الدينية. استغلوهم من الفقر والجهل والتعصب الديني واستخدموهم في هذه المنطقة. بعد أن استنجد بشار الأسد وعجز جيشه عن قمع الثورة السورية، فاستخدم من إيران الحرس الثوري وكذلك عدة تنظيمات إرهابية، منها تنظيم فاطميون وزينبيون ونجباء وعصائب أهل الحق وغيرها والحيدريون وغيرهم من هؤلاء الذين يدربون تدريب في إيران ويمولون من قبل إيران. كان راتب المقاتل الذي يأتي من هؤلاء المرتزقة $500، انخفض اليوم بعد العقوبات الأمريكية والدولية على إيران وتصفير النفط إلى بحدود $100 أو أقل من $100. هذا الوضع سيدفع هؤلاء المقاتلين إلى اللجوء إلى وسائل أخرى لتعويض هذا النقص المادي، وهذه الطرق الأخرى هي التشبيح كما يفعل جيش النظام، السرقة والتعفيش والأتوات وغيرها من هذه الفرائض التي يتقنها نظام الأسد. أما من الناحية العقائدية فلا أتوقع بأنهم يخرجون من هذه المعركة إلا بأمر الخامنائي، لأنهم أتوا بدعاوي دينية شيعية بتعصبهم الأعمى. أما بالنسبة للأمور المادية فيتم تعويضها من قبل ما ذكرت، السرقة وربما استثمار ما يضعونه تحت أيديهم. ورأينا بأن جيش النظام وهؤلاء الميليشيات عندما يدخلون أي بلدة ينهبونها ويحرقونها ويستغلون الموارد الموجودة في تلك المنطقة، وهم سيفعلون ما يفعله غيرهم. هؤلاء الفاطميون وفي زيارة المجرم بشار الأسد القرمطي الصغير إلى إيران، تم الاتفاق بينه وبين الخامنائي وبين ملالي طهران على تجنيس هؤلاء المجرمون في سوريا، لأن إيران يعني تشكل جزء، يعني كأنهم يعيشون في جيتو في إيران. فتم الفرض على بشار الأسد بأنه عليه أن يجنسهم في سوريا ويمنحهم الجنسية، وهم دخلوا في الجيش حتى إذا كان هناك طرد للميليشيات الأجنبية يتم القول بأن هؤلاء هم سوريون ومجنسون ضمن الجيش السوري ومندمجون ضمن هذا الجيش الذي يسمى بين قوسين جيش سوري عربي من أجل قتل الشعب السوري. إذن هم موجودون ولن يرحلوا، وهناك تعاقد بين إيران وبين النظام الأسد لبناء 200,000 شقة سكنية لهؤلاء، لزينبيون وحيدريون وغيرهم من هؤلاء شزاز الآفاق عابرو الحدود الذين يقتلون في الشعب السوري بدعاوي دينية وبدعاوي طائفية. نعم مصعب، يعني كما ذكر سيادة العقيد أنه الجهل والفقر والتعصب الديني هي أحد الأسباب أو من الأسباب التي تدفع للالتحاق بهذه الميليشيات اليوم. يعني الفقر هو السبب الرئيسي إذا تحدثنا بهذا السياق، يعني لنخصص تحديدا الفقر، مع انقطاع الدعم المادي المقدم لهذه الميليشيات. ألا تعتقد أنه من الممكن أن يكون هناك عصيان، انسحاب من قبل هذه الميليشيات من تلك المناطق، وخصوصا أنه اليوم إيران هي غير قادرة على تمويلهم وهي غير قادرة حتى على إطعامهم، يعني كما تبدو الأخبار من البوكمان. تحية لك أحلام ولضيفك الكريم. يعني الحديث عن الميليشيات الإيرانية القادمة إلى سوريا، لابد أن نحدد أن تلك الميليشيات جاءت بدعوة عقائدية، لذلك هم يقاتلون في سوريا بدعوة رسمية من الخامنئي. فنحن نرى أن تلك الميليشيات، يعني سواء تحدثنا بالتفصيل عن لواء فاطميون الذي يوجد لأهاليه وذويه مخيمات كبيرة داخل إيران بعد قدومهم من أفغانستان، لذلك فإنهم يقاتلون في سوريا، هم أبناؤهم في سوريا، أما عوائلهم فموجودون في مخيمات داخل إيران، ممنوع منهم عليهم التنقل، ممنوع عليهم شراء العقارات، ممنوع عليهم حتى امتلاك أجهزة هاتف اتصال. لذلك فإن أي ضغط يقوم على تلك الميليشيات هو ينحصر عليها داخل سوريا. يعني على سبيل المثال الأزمة الأخيرة التي تمر بها الميليشيات الإيرانية من قطع بعض الرواتب أو تخفيضها أو تقليصها،
نتيجة العقوبات الأمريكية والسعي الكبير للولايات المتحدة لتقليص تلك الميليشيات. يعني نحن شهدنا أن بعض المعلومات تقول أن إيران يعني أبقت على إعطاء أوائل تلك الميليشيات بعض الحصص المالية والمكافآت التي تقدمها لهم، إلا أنهم في سوريا الميليشيات يتلقون قليل من الدعم، لكن هؤلاء الميليشيات إيران قامت بإعطائهم بعض الميزات وسمحت لهم ببعض الأمور. يعني على سبيل المثال في الفترة الأخيرة منذ 3-4 أشهر جرى الحديث عن قيام عناصر من ميليشيا لواء فاطميون بالتنقيب عن النفط، بالتنقيب عن الآثار والبحث عن الآثار في بعض المناطق السورية وبالتحديد في مناطق تدمر. لذلك فإن إيران تعي تماما أن تلك الميليشيات التي تقاتل في سوريا هي جاءت بدعوة عقائدية، وأن هناك لديهم عدد من المزايا التي وعدوا بها في حال انتهت الحرب، منها التجنيس في إيران وإعطائهم كثير من المزايا وإدخائهم إلى الدوائر الرسمية، وكذلك أيضا في الحالة السورية يعني جرى إعادة يعني بعض الميليشيات بمنحهم الجنسية يعني السورية. كما تحدثت أنهم فئة محرومة من جميع الحقوق إن كانت في أفغانستان أو حتى في إيران، واليوم في سوريا هم يعني إيران تحرمهم من جميع الحقوق وتستخدمهم كميليشيات مرتزقة في مناطق تخصصها لهم، ولكن السبب الرئيسي الذي دفع بعض من هؤلاء هو الدعم المادي الذي قدم لهم ولأهاليهم. اليوم عندما نشهد انقطاع هذا الدعم، ألا ترى أنه حتى السبب العقائدي من الممكن أن يثبط أمام عدم وجود المال؟ يعني لا يمكن لتلك الميليشيات أن تخرج عن طاعة ولي الفقيه، لأن هناك دعوة عقائدية جاءوا بها للقتال إلى سوريا، وهم الآن يحاولون أن يجذبون تلك الميليشيات بالقيام بكثير من الأمور التي تناسب عقيدتهم. يعني إيران فتحت لهم عدد من المزارات الشيعية وسمحت لهم أيضا بإقامة بعض الطقوس الدينية واللطميات وكل ذلك، وأقامت لهم بعض يعني المراكز التي يقومون يتدربون بها سواء على القتال أو سواء حتى في المراكز الدينية التي منحتهم، وكأنهم يعيشون بأجواء لكنهم فقط هم بدعوى الحرب والقتال في سوريا. لذلك فنحن رأينا في الفترة الأخيرة أن الميليشيات الإيرانية في سوريا باتت لها سطوة كبيرة في بعض المناطق، وأخذت تقوم ببعض يعني الأمور التي يعني من بعضها قاموا ببعض الاستثمارات في بعض المناطق، وقاموا بحتى سيطرة على بعض الأحياء. يعني إذا ما حدثنا مثلا على مدينة البوكمال جرى تخصيص حي كامل، حي الكتف، للميليشيات الإيرانية والميليشيات العراقية والأفغانية وحيدريون ولواء فاطميون، وجرى طرد جميع الأهالي المتواجدين هناك، وحتى عناصر ميليشيا الدفاع الوطني جرى طردهم من هناك، وجرى تحصين تلك المنطقة بشكل أمني واضح وإعطاهم ميزات على أنهم هم ما يزالون يتلقون بعض الدعم. ولا يعني لا تنسين أن إيران دائما تحاول أن تصور أمريكا والعقوبات الأمريكية إنها حرب عليهم وحرب على الشيعة وإبادة الشيعة، وكل ذلك تستخدمه إيران في ظل العقوبات الأمريكية التي لا شك أنها أرخت بظلالها على الميليشيات الإيرانية، خاصة أن إذا ما تحدثنا أن اليوم هناك ضغط روسي أمريكي على تقليص تلك الميليشيات وتقليل نفوذها داخل سوريا. يعني حتى جرى مؤخرا الحديث على أن الأمريكان قالوا للروس أنه لا يمكن أن يستمر هؤلاء الميليشيات في سوريا بسطوتها. لذلك فإن الروس قاموا بتخفيف يعني حدة الغطاء الجوي، وحتى رفع يعني الغطاء عن المواقع الميليشيات الإيرانية وعدم تغطيتها من الجو. لذلك فإن الولايات المتحدة الأمريكية أعطت رسالة واضحة لروسيا لرفع الغطاء عن هؤلاء الميليشيات للدخول بالعملية السياسية التي تسعى روسيا إليها. لذلك فإن إيران اليوم تعي تماما أن تلك الميليشيات في نهاية المطاف هي إما أن تحل أو ترجع إلى داخل إيران أو تعود من حيث أتت. لكن بعض تلك الميليشيات هي الآن إيران تعمل على توسعتها في سوريا ومنحها بعض المزايا، وخاصة أن نحن فعلا سمعنا أن النظام الأسد يعني منح إيران في الفترة الأخيرة الكثير من الاستثمارات، سواء بناء البناء السكني أو ميناء اللاذقية أو عدد من الشركات على مستوى الطاقة والكهرباء والكثير من هذه القصص التي لا شك أنها يعني تؤشر إلى دعم تلك الميليشيات، أي دعم بقاء تلك الميليشيات في سوريا وإمدادها في حال عجزت إيران
عن إعطاء حصة كاملة لتلك الميليشيات، سواء من المقدرات المالية أو المكافآت أو البدلات التي كانت تقدم لهم. يعني اليوم أنت تتحدثين عن ميليشيات موجودة 100,000 في سوريا، تنفق عليها إيران يقال أن مليار سنويا على تلك الميليشيات. يعني إيران تنفق 6 ملايين على النظام السوري، مليار يذهب إلى الميليشيات الشيعية التي يبلغ تعدادها 100,000، وهم منتشرون في حمص وفي ريف دمشق وفي البوكمال، يعني في دير الزور بشكل عام. لذلك فإن إيران بعد كل العمل العقوبات الأمريكية يجب أن تتأثر، لكن تلك التأثيرات ستنصب بالدرجة الأولى على رواتب تلك الميليشيات التي تقاتل على الأرض. ولا تنسين أن خلال يعني سنة أو أكثر بردت كافة الجبهات التي تقاتل فيها الميليشيات الإيرانية. يعني نحن شهدنا حزب الله من سنتين لم يقاتل في أي معركة، بل إنه سحب جزء كبير من ميليشياته، وهو العبء الأكبر للميليشيات الإيرانية والحصة الأكبر التي تدفعها. يقال أن هناك 700 مليون دولار يذهب لميليشيا حزب الله وحده من تلك أو مجموعة تلك الميليشيات في سوريا. لذلك فإن التأثير يعني بالنسبة لسحب ميليشيات حزب الله، كنا قد ناقشنا ذلك في حلقة سابقة من هنا سوريا، وإلى الآن لا يوجد هناك تأكيدات حقيقية حول فعلا سحب هذه الميليشيات أو انسحابها من مواقعها أو استبدالها بمجموعات أخرى. يعني لا يمكن الحديث عنه بشكل مطلق في هذا الموضوع. دعني أنتقل للعقيد أحمد. سيادة العقيد، يعني اليوم عندما نتحدث عن ميليشيات كان تمويلها شهريا بالنسبة للعنصر الواحد 500 دولار، اليوم تدفع إيران لهذا العنصر 100 دولار، وهي غير قادرة أصلا على الدفع يعني بشكل مستمر. كما نرى اليوم في البوكمال هناك تأخير في الرواتب، وهناك أيضا حالة احتجاجات من ضمن بعض العناصر الموجودين. برأيك هل يعني كيف ستتعامل إيران مستقبلا مع هذه الحالة، وهل ستقوم بسحب بعض هذه الميليشيات إلى مناطق أخرى أو إعادتها إلى إيران؟ ما هو الحل بالنسبة لإيران؟ بالنسبة لإيران، هي استغلت ظروف هؤلاء الناس ودفعتهم في إتون حرب مرتزقة لا يتسأل عنهم. إيران ماتوا عاشوا إلى آخره، كانت تدفع لهم لقاء قيامهم بأعمال قتالية في سوريا، واليوم سيبقون. إلى أين سيذهبون؟ إيران اليوم محاصرة، حتى الموظفين الإيرانيين والشعب الإيراني يرزح تحت وطأة الفقر الشديد في تلك المنطقة. أما إيران التي توجه ما لديها من إمكانيات باتجاه الحرس الثوري، فهي تقيم شبكة من الميليشيات الإرهابية من فاطميون وزينبيون وكذلك الحوثيون وحزب الله وغيرهم من هذه الميليشيات. هي تؤمن لهم بنى تحتية، تؤمن لهم غطاء، تؤمن لهم أسلحة، وتؤمن لهم أن يفعلوا ما يريدوا. هم غزاة اليوم في سوريا، هم غزاة عسكريون وغزاة للاقتصاد وغزاة للثقافة السورية في هذه المرحلة. وأتوقع في سوريا سيتم التعويض عن طريق النفط، عن طريق ما يملكون من شركات إيرانية في هذه المنطقة. ولو استرجعنا عام 2016 وجدنا أن خطاب بشار الأسد المجرم الذي استخدم هؤلاء الميليشيات ليقاتل بها الشعب السوري، عندما قال بأن سوريا ليست لمن يحمل الجنسية السورية، سوريا هي لمن يدافع عنها، ويقصد هؤلاء الميليشيات. إذن لا يهمهم الفقر في هذه الحالة، رغم الاحتجاجات، رغم أنهم اعتادوا على نمط معين من العيش وبعض الرخاء. يعني اليوم ضباط النظام السوري، يعني رتبة عميد اليوم راتبه 98,000 ليرة سورية، ورتبة الملازم إلى ملازم أول وهم الصفوف الأولى من المقاتلين بحدود 50,000 إلى 60,000، يعني أقل من 100 دولار. إذن هذا هو الوضع بالنسبة لهؤلاء. حتى الآن لا يزالوا يقاتلون، يقتلون الشعب السوري، يعتمدون على المخدرات. فحزب الله دق ناقوس الخطر بأن التمويل نقص عنده، فلجأ إلى المخدرات، أو ازدادت تجارة المخدرات عنده، ولجأ كذلك إلى الاستعانة بالتبرعات وغير التبرعات. كذلك هؤلاء الفاطميون وزينبيون والميليشيات إلى فض الأتوات وإلى التعفيش والسرقة والنهب والبحث عن مقدرات الشعب السوري لسرقتها لتكون لهم. وإذا تم دمج هؤلاء في جيش نظام الأسد فسيعطيهم رواتب من مال الشعب السوري المتبقي من مال الشعب السوري.
السوري. إذا هؤلاء هم شبكة إرهابية جندتهم إيران بدعاوى دينية، واستغلت الفقر واستغلت الجهل ليقتلوا الشعب السوري وينفذوا أجندات إيران، لأن إيران لا تريد أن تزج بجيشها النظامي، تريد أن تقول للعالم بأنهم ميليشيات مثلهم مثل أي ميليشيات. أما جيش إيران النظامي فهو جاهز في داخل إيران. واليوم المطلوب من الولايات المتحدة التي تدعي محاربة الإرهاب وأن منطقة البوكمال تقع بين بقعتين جغرافيتين تسيطر عليهم الولايات المتحدة، شرق نهر الفرات هناك قوات سورية الديمقراطية والقوات الأمريكية، غرب نهر الفرات هناك يعني قاعدة التنف وموجود فيها عدد من المقاتلين المدعومين من الولايات المتحدة. إذا أرادت الولايات المتحدة أن تغلق هذا الممر البري التي أقامته إيران من طهران وحتى البحر المتوسط أو الهلال الشيعي بإمكان الولايات المتحدة، ولكن الولايات المتحدة حتى الآن يعني تتكلم ولا تفعل سيادة العقيد هي يعني لنتوسع فيها أكثر بعد قليل. يعني هناك سؤال، يعني اليوم ذكرت في حديثك أنه مع عدم الالتزام بدفع رواتب مالية ستفتح إيران الباب لحملات السرقة والتعفيش لتسمح لهذه الميليشيات بأن تقوم بتمويل نفسها بنفسها في تلك المناطق. كيف سيبدو شكل المنطقة هناك، وخصوصا أنه نعلم كان هناك سابقا اقتتال بين هذه الميليشيات المتواجدة من قبل إيران في منطقة البوكمال، وكان هناك أيضا قتلى، وكانت الأسباب أيضا حملات التعفيش إذا كنت تذكر معي سيادة العقيد يعني في هذا الموضوع. كيف ستبدو المنطقة؟ نعم. هل ستتحول إلى حرب شوارع بين هذه الميليشيات والمرتزقة إذا فتحت إيران هذا الباب؟ أتوقع أن هذا الباب ليس مفتوح الآن أو ستفتحه إيران، هو مفتوح من السابق، وهم يقتلون ويسرقون وينهبون ما يشاءون من الشعب السوري. اليوم الشعب السوري 12 مليون منه نازح ومهجر خارج أراضيه، فتقوم هذه الميليشيات باستغلال هذا عدم الوجود الناس في دير الزور أو في حمص أو في المناطق الأخرى. هؤلاء ملتزمون بتعليمات ولي الفقيه وبتعليمات قاسم سليماني، أما ما يحدث بينهم من عبارة عن تنافس على السرقات أو تنافس على المناطق الهامة فهو أمر وارد في كل هذه الميليشيات التي يعني الحرامية دائما يجتمعون على السرقة ولكن عند القسمة يقتتلون. فها هو حال هذه الميليشيات التي أتت إلى قتل الشعب السوري والتي قطعت المسافات بدعاوى طائفية بدعاوى دينية لا أساس لها في سوريا. مصعب، يعني أيضا إيران في تلك المنطقة منطقة البوكمال حاولت أن تشيع أهالي المنطقة، أيضا مستغلة الأوضاع المادية والاقتصادية الصعبة للأهالي عبر حملات التشييع وعبر أيضا الدفع في هذه الحملات. قدمت دعوات لأي سيدة ترتدي أشادورو في يعني خلال السنوات الماضية بأن تدفع لها مبلغ ما وما إلى هنالك، واستطاعت نوعا ما ليس بتشيع المنطقة ولكن يعني كسب بعض الولاءات في المنطقة. اليوم إيران غير قادرة على الدفع لميليشياتها، كيف سيبدو وضع من قام بالالتحاق بها ليس عن عقيدة ولكن بسبب الأوضاع الاقتصادية؟ هل سينسحبوا منها؟ كيف سيبدو الوضع؟ يعني أؤكد لك أن الأهالي المتواجدين في منطقة دير الزور في المنطقة الشامية من دير الزور الميادين البوكمال التي تسيطر عليها قوات النظام وتسيطر عليها الميليشيات الإيرانية، وهناك بعض الروس المتواجدين في بعض المناطق كاستشاريين نظام الأسد. يعني الأهالي هناك الذين عادوا أو الذين متواجدين هناك منذ المعارك التي جرت وخرجوا ونزحوا إلى بعض المناطق ثم عادوا، يعني هم اليوم الميليشيات الإيرانية هناك تحاول أن تقوم بدعوات تبشيرية للتشيع، ونجحت يعني في بعض المناطق في إقناع بعض الأهالي في التشيع، لكن أؤكد لك أن الأهالي هم أرادوا مكافأة شر يعني لتلك الميليشيات للتشيع، حتى أن الميليشيات الإيرانية المتواجدة هناك يعني هي من تسيطر على المنطقة. يعني تخيلي أن من يقول أنني أنا متشيع أو أنه انضم إلى الميليشيات الشيعية لا يستجرأ أي أحد من قوات النظام أو مخابرات الأسد الاقتراب منه. لذلك فإن كل تلك الحركات التي تقوم بها الميليشيات الإيرانية وإيران في نشر التشيع وفي تشييع المنطقة منطقة دير الزور هي تبحث عن هدف وحيد، هو كسب الولاءات
ولاءات هؤلاء الأهالي. هؤلاء الأهالي يعني ولاءهم مؤقت، لأنهم مروا بكثير من المعاناة من تنظيم داعش الذي قتل ونكل بهم وقاموا يعني بالتماهي معه. واليوم أتت الميليشيات الإيرانية وعملت على كثير يعني عملت على كثير من الأمور التي تدفع هؤلاء الأهالي إلى يعني محاولة يعني استرضاء بعض الميليشيات. يعني احنا شهدنا بالفترة الأخيرة أن إيران قدمت لأهالي دير الزور بشكل عام يعني مزايا دراسية في إيران، وقدمت لهم كثير من المزايا للعودة إلى مناطقهم، حتى أنها يعني في بعض المناطق سمحت لهم بالعودة، لكننا شهدنا في بعض المناطق أنها قامت بمنع قوات النظام من اعتقال بعض المدنيين ومن يعني المساس بهم. لذلك فإن إيران تريد أن تقول أنها هي المسيطرة على تلك المنطقة. يعني هي بنت كثير من المزارات الشيعية شرقي دير الزور وعملت على استجلاب، حتى رأينا يعني بداية رمضان رأينا عدد من السيارات القادمة أو الحافلات القادمة من العراق بدعوة يعني زيارات إلى أضرحة ومقامات شيعية هي أقامتها في تلك المنطقة. يعني هي تحاول أن تقول أن تلك المنطقة قد انتعشت وعادت من جديد، لكنها نرى أننا في الفترة الأخيرة نرى أنها قامت اجتماع أمني كبير للميليشيات الإيرانية هناك لصد هجمات تنظيم داعش الذي يتواجد في البادية السورية. يعني كل تلك الحركات تدل على أن إيران هي غير مرتاحة لا من ميليشياتها الموجودة ولا حتى من الأهالي، لأنها تتململ في كثير من الأمور. يعني اليوم هي مستباحة من كثير من الجوانب، يعني هي تقصف من الجو وتقصف مواقعها وتهاجم وتحاول أن تشيع المنطقة. يعني اشترت هي قامت بشراء الكثير من المناطق الاستراتيجية داخل مدينة دير الزور، وأقامت العديد من المناطق التي أقامت على شكل استثمارات، وحتى أنها منذ 4 أو 5 أشهر يعني حاولت تخيلي شراء بعض العقارات من الأهالي وإغراءهم يعني عبر وسطاء محليين يقومون بالتخابر مع الشخص الذي يملك عقارا في محافظة دير الزور، ويقولون له أن هذا العقار إذا لم تبعه لنا سيذهب أدراج الرياح وسيؤخذ منك بالكامل. لذلك فإن كثير من الأهالي اضطروا لبيع تلك العقارات بضغط وإجبار إيراني على شراء تلك العقارات التي تحاول من خلالها تثبيت وجودها في محافظة دير الزور وإقناع تلك الميليشيات أنها قادرة. يعني الميليشيات الإيرانية بشكل عام سواء حيدريون أو فاطميون أو النجباء أو لواء الباقر أو حتى الميليشيات السورية التي تتواجد هناك. طيب سيادة العقيد، يعني كما ذكرت أنه الولايات المتحدة هي موجودة في نقطتين متوازيتين لتواجد هذه الميليشيات الإيرانية في شمال شرق سوريا، في الشمال المطلق قسد، وفي الجنوب كما ذكرت هناك قاعدة التنف. صنفت الولايات المتحدة الحرس الثوري على أنه منظمة إرهابية وقامت بفرض عقوبات اقتصادية تعتبر يعني الأشد في تاريخ العقوبات على إيران. لماذا لا تتحرك لإيقاف مد الميليشيات المتواجدة هناك ويعني التصرف مع إيران في تلك المنطقة؟ سيادة العقيد، على ما يبدو أنه سيادة العقيد لا يتمكن من سماعي، أعود للزميل مصعب المجبل. مصعب، يعني بالعودة إلى داخل لواء فاطميون، هل تعتقد أنه انقطاع الرواتب وسوء الخدمات المقدمة من الممكن أن يدفع بعض عناصر هذه الميليشيات للاحتجاج، واحتجاج أكبر مما نسمع عنه اليوم؟ يعني أحلام كل المؤشرات التي نراها، يعني الوضع العسكري أو الميداني المتواجد في محافظة دير الزور لا يشي بأن تلك الميليشيات ستخرج عن طاعة يعني ولي الفقيه أو قائد الحرس أو قائد فيلق القدس قاسم سليماني، لأن تلك الميليشيات هي تتواجد بدعوة رسمية من خامنئي وعقائدية. صحيح. يعني نحن نتحدث ولكن عن شيء على الرغم مما تذكره مصعب، يعني دعنا أيضا نتحدث عن حالات من الغليان تشهدها العاصمة طهران، تشهدها مدن إيرانية عدة بسبب الأوضاع الاقتصادية، على الرغم من إيمانهم المطلق بما ذكرت. يعني أكيد يعني الريال الإيراني عندما تراجع في السوق الدولية بنسبة 70% أكيد هذا يعني أثر على المواطن الإيراني
والحياة الاقتصادية داخل إيران. لكن هناك نقطة جدا مهمة، يعني اليوم إيران يوجد في إيران شيء يسمى الخمس، يعني الإيرانيون أو الشيعة بشكل عام يدفعون في مناطق سيطرة إيران الخمس لولي الفقيه، هذا كله عائد اقتصادي كبير يحقق من خلاله النظام الإيراني بعض العائدات من جيوب الأهالي، ويقنعهم في أن تلك الحروب التي تقام سواء في سوريا أو لبنان أو اليمن أو العراق هي حروب عقائدية. يعني هذا أكبر مبرر نجحت فيه إيران بإقناع الأهالي أو المنضمين إلى الميليشيات الإيرانية. يعني تخيلي، هي جلبت كل تلك الميليشيات من جميع الدول، من باكستان، من أفغانستان، من الهند، يعني لم تبق من العراق. يعني هي نجحت حتى في سوريا، يعني تخيلي أنها نجحت في سوريا في تجنيد 30,000 مقاتل سوريون الجنسية، وهؤلاء يعني يجري الحديث على أنهم يعني جميعهم أو نصفهم جرى تشييعهم. يعني نحن تتحدثين عن مناطق أنت تتحدثين عن مناطق اليوم أصبح التشيع فيه هو عنوان رئيسي للولاء وللتقرب من الميليشيات الإيرانية وقادة الميليشيات الإيرانية. نعم. لأن إيران واضحة في حملتها العسكرية. نعم، دعني أنتقل لسيادة العقيد. سيادة العقيد، باختصار فقط لو سمحت، لماذا لا تتدخل الولايات المتحدة الأمريكية لإيقاف هذه الميليشيات وللحد من تعزيز مراكزها في المنطقة التي تعتبر هي موازية لمنطقتين تسيطر عليهما الولايات المتحدة في شمال شرق سوريا؟ الولايات المتحدة هي براغماتية بشكل عام في سوريا، ليس لها مبدئية وليس لها سياسة واضحة. هي حددت سياستها بقتال تنظيم داعش وتركت إيران، ولولا السماح الأمريكي لميليشيات إيران من حزب الله وكل هذه المكونات الشيعية الطائفية في الدخول إلى سوريا، لولا الموافقة الإسرائيلية الإيرانية الأمريكية أتوقع لم تدخل هذه الفئات. لم يبعد الميليشيات الإيرانية التي نتكلم عنها في دير الزور أو في البوكمال والميادين إلا مئات الأمتار عن القوات الأمريكية، وهي تمارس نشاطاتها عبر الحدود مع العراق، وفتحت أنفاق تحت الحدود من أجل التواصل مع العراق على مرأى ومسمع الأمريكان. حتى الآن الأمريكان لم يحزموا أمرهم بالنسبة لإيران، هم يرون بأن نعم. إيران هي موجودة في المنطقة ويجب أن يتم تلاؤم هذا الوضع. هم اليوم يطلبون من إيران الانسحاب من كل المناطق أو عودة إيران إلى كونها دولة طبيعية داخل حدودها. أما ماذا تفعل الولايات المتحدة من أجل هذه العودة؟ هل هي تقتل الـ تضربهم في اليمن؟ هل استطاعت الولايات المتحدة أن تقوم بأي عمل عسكري ضد إيران عندما تم تفجير ميناء الفجيرة؟ أم هل يعني قامت الولايات المتحدة وهي التي العقيد. لديها وسائط استطلاع نعم. عالمية في ضرب الذين استهدفوا خطوط نعم. النفط؟ نعم، انتهى وقت المحور، وأشكرك لهذه المشاركة في محورنا اليوم. شكرا جزيلا لك العقيد أحمد الحمادي المحلل العسكري، كنت معنا من اسطنبول. الشكر أيضا للصحفي مصعب المجبل من اسطنبول أيضا. فاصل قصير ونعود لمتابعة هنا سوريا.